أثارت حالة من الجدل بسبب عقد كرام بنت الإعلامية مفيدة شيحة واتهام جمهور الحضور بعدم احترام كرسية مسجد محمد علي والاستخفاف بالأجواء من حولهم. وبدأ الجمهور في انتقاد الإعلامية الكبيرة مفيدة شيحة، كما انتقدوا وجود مدعوين بملابس لا تليق ولا تناسب قدسية المكان، فهو جامع ومسجد وأثر إسلامي. وجاءت التعليقات: الرأس على 1:30 في صحن مسجد محمد علي، داخلين بالأحذية ولبس المكشوف، والرأس في بيت من بيوت الله. كما جاء تعليق آخر: هي الأشكال دي بالمنظر ده جوه الجامع، فين الشيوخ اللي في الجامع؟ ولم يكن النقد موجه فقط للرأس داخل المسجد من وجهة نظر دينية، بل انتقد المختصون في علم الآثار. وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان على حسابه بموقع الفيسبوك بعد جلسة الرأس: يجب إعادة النظر في كل شيء. الشركات الاستثمارية التي تدير الآثار وتنتزع اختصاص الأثريين الأحرص على حمايتها بشروط جديدة، أو تقديم المسؤولين استقالتهم احتجاجا على الوضع المهين لهم وللآثار الإسلامية. وجاء تعليق الإعلامية الكبيرة مفيدة شيحة: خرجت الإعلامية الكبيرة مفيدة شيحة عن صمتها بعد حملة الهجوم عليها، وبعد انتشار فيديوهات رقص وغناء وموسيقى من عقد قران ابنتها منة الله عماد من داخل صحن المسجد. وقالت مفيدة لمنتقديها أثناء رقصها في عقد قران ابنتها، حيث عبرت الإعلامية الكبيرة مفيدة شيحة عن استغرابها واستياءها من حملة الهجوم على احتفالها بعقد قران بنتها الوحيدة منة الله عماد، وقالت أنها لا تلقي بالا لهجوم أو نقد برقصها مع بنتها احتفالا بعقد قرانها. وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة أثناء تقديم برنامجها الستات: أنا ما يهمنيش إني أرد على أي هجوم، ولو اتكرر الموضوع هرقص وافرح وفرح بنتي تاني، واللي عايز يعمل حاجة يعملها، لا تعليق على أي شيء، ودول ناس من جوه مش سالكة، وشكلكم بقى وحش قوي. وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة قائلة: عاوزة أشكر الشيخ خالد الجندي لأنه جاء مخصوص مجامل ليا، حاجة كبيرة جدا عندي، ربنا يخليك لينا، وهو مثال للشيخ الرائع خلقا وكلاما، لأن مفيش كلاكيع ولا عقد. إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم ليا ولقناتي، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي، بتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم، أنتم خير داعم ليا بعد ربنا.